Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah mujizat terbesar yang terjaga keutuhannya sepanjang masa, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang tentunya harus diimani dan diamalkan. Selanjutnya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Syaifullah, Ustadz Haji Asep Salahuddin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.